السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلاب الأعزاء في قناة الوفد التعليمية مع مراجعات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي. وهنبدأ مراجعتنا النهاردة بفرع من فروع المهمة جدا جدا، ألا وهو فرع النحو. طبعا زي ما احنا عارفين، النحو أهم فرع بالنسبة لفروع اللغة العربية، ولازم طبعا نهتم اهتمام كبير جدا جدا بفرع النحو. ليه؟ لأن طبعا أكتر درجات بتضيع مننا في الفرع ده. طيب تعالوا نتناقش مع بعض بسرعة كده مع أول درس من دروس النحو، ألا وهو اسم الفاعل. طب اسم الفاعل تعريفه إيه؟ قالك هو اسم مشتق يدل على من وقع منه الفعل. تاني كده، اسم مشتق يدل على من وقع منه الفعل. تمام. طيب يأتي من الفعل الثلاثي على وزن إيه؟ قالك يأتي من الفعل الثلاثي على وزن فاعل. على وزن إيه كمان مرة؟ على وزن فاعل. طيب زي إيه؟ علم، عالم. عرفنا الكلام ده قبل كده طبعا. يبقى بقول لك استخرج اسم فاعل، تدور على كلمه على وزن ايه؟ فاعل، وتدل على من قام بالفعل. تدل على ايه؟ من قام بالفعل. طيب يبقى علم، عالم، هو الذي قام بالفعل وهو العلم. فهم، فاهم. كتب، كاتب. وهكذا. طيب لو جالي الفعل بقى، جالي معتل الوسط زي الفعل قام او صام او نام او باع، هجيب اسم الفاعل ازاي؟ هجيبه برضه على وزن فاعل، بس هيبقى فيه نقطة بقى. حرف العلة هقلبه همزة مكسورة. حرف العلة هقلبه ايه؟ همزة مكسورة. يبقى قام هتقول لي ايه؟ قائم. صام صائم. طار طائر. باع بائع. برافو. طيب لو جالي الفعل بقى معتل الاخر، تمام، ركز معايا في الحتة اللي جاية عشان مهمة جدا. لو جالي الفعل معتل الاخر، طب برضو ياتي على وزن الفاعل، على وزن فاعل ايضا، بس اذا جه بقى معتل الاخر وجه الاسم معرب الالف واللام زي ايه؟ دعا الداعي. الداعي على وزن ايه؟ تقول الداعي على وزن الفاعل. الداعي على وزن الفاعل. لكن لو جال الاسم ده بقى نكره مرفوعه او مجروره، لو قلت مثلا هذا رجل داع الى الخير، ركز معايا في الجمله، هذا رجل داع الى الخير، يبقى داع هنا هتبقى على وزن الفاعل؟ لا طبعا، هتبقى على وزن ايه؟ فاعل. اللي حصل حذفنا اللام قصاد الياء المحذوفه، حذفنا اللام من الوزن قصاد الياء المحذوفه، يبقى داع على وزن فاعل. داع على وزن فاعل. طيب جميل قوي. التنوين ده بقى بنسميه ايه؟ بنسميه تنوين العوض. بنسميه تنوين العوض، يعني ده تعويض عن الحرف المحذوف او الياء المحذوفه. يبقى انا لما الاقي داع بالشكل ده افهم ان الكسرتين دول مش علامه اعراب، امال دول ايه؟ تنوين العلامه ديت تعويض عن الحرف المحذوف. طب لما احب اعربه في الجمله اقول هذا رجل داع الى الخير، اعرب داع، تقول لي ايه؟ نعت مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الياء المحذوفه. هقولها تاني، نعت مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الياء المحذوفه. تمام. طيب تعال نكمل كده، رمى تقول لي ايه؟ الرامي، تبقى على وزن الرامي، على وزن الفاعل. طب رامن، ايوه برافو، على وزن فاعل. طب سعى هتقول لي الساعي، الساع على وزن ايه؟ على وزن الفاعل. لكن كلمه ساع على وزن ايه؟ فاعل. تمام جدا. يبقى احنا كده عرفنا حاجه، ان اسم الفاعل ياتي من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، واذا جه معتل الاخر ممكن يجي على وزن فاعل. على وزن ايه يا شباب؟ على وزن فاعل. تعالوا نكمل. طب ده كده من الثلاثي. طب الفعل بقى غير ثلاثي هعرفه ازاي؟ قال لك يبدا بميم مضمومه مكسور ما قبل الاخر. ده مين ده؟ ده اسم الفاعل. يبدا دايما كده لما اقول لك استخرج من القطعه اسم فاعل، استخرج من القطعه اسم ايه؟ فاعل لفعل ثلاثي، لفعل غير ثلاثي. يبقى تدور على ايه بقى؟ على اسم بادئ بميم مضمومه. ندور عليها يا شباب، اسم بادئ بميم مضمومه، وايه كمان؟ مكسور ما قبل الاخر. وايه كمان؟ مكسور ما قبل الاخر. جميل جدا. يبقى ندور على اسم بادئ بميم مضمومه مكسور ما قبل الاخر. جميل. طيب زي مثلا مخرج، شايف شكلها عامل ازاي؟ ده اللي هيطلب منك في الامتحان، استخرج اسم فاعل، بتقول لي كلمه مخرج، هتلاحظ الميم عليها ضمه والريح تحتها كسره. طب فعلها هيكون ايه بقى؟ ماليش دعوه بالمضارع، انا بطلع الفعل الماضي بس، يبقى فعلها هيكون ايه؟ اخرج. فعلها هيكون اخرج. طب محترق، ركز معايا، هيبقى ايه؟ يعني طبعا برضو بادئ ميم مضمومه مكسور ما قبل الاخر، فعله هيكون ايه؟ احترق. جميل. طب مستقيم، جميل، هيبقى برضو على برضو بادئ ميم مضمومه مكسور ما قبل الاخر، طب فعله هيكون ايه بقى؟ استقام. جميل. مستخرج، ها هتقول لي استخرج.
طيب مثلا محترم هيقول لي احترم، تمام كده. طيب ملتزم هتقول لي التزم، مجتهد هتقول لي اجتهد، وهكذا. تمام جدا جدا. بالنسبة بقى لاسم الفاعل من غير الثلاثي ليس له وزن محدد، يعني احنا قلنا مخرج على وزن مفعل، ركز كده معايا، مخرج على وزن ايه؟ مفعل، احلى حسب ما بنطقه. طب محترق مفتعل، مستقيم مستفعل، وهكذا. تمام كده. مقدر هتقول لي مفعل، وهكذا. تمام كده يا شباب. يبقى ادي ده بالنسبه لاسم الفاعل من الفعل الغير ثلاثي. تمام. في ملحوظات مهمه جدا جدا. احيانا اسم الفاعل من الثلاثي وغير الثلاثي ممكن يجي مؤنث، يعني بدل ما بقول مثلا عالم تقول لي عالمه، طالب طالبه، قائم قائمه، واصل ساع ساعيه، او مجتهد تقول لي مجتهده. تمام كده. واحيانا برضو اسم الفاعل ياتي مفرد او مثنى او جمع. تمام كده. يعني ممكن ياتي جمع، ممكن يجي جمع تكسير كمان، مفيش مشكله خالص. تمام كده. كمان برضو يعرب حسب موقعه في الجمله، زي المشتقات كلها بتعرب حسب موقعها فين في الجمله. ادي يا جماعه بالنسبه طبعا للنقطه ديت. ده بالنسبه طبعا لاسم الفاعل. في ملحوظه اخيره، تذكر ان هناك اسماء فاعل شاذه عن القاعده. يعني ايه؟ احنا في اسم الفاعل الطبيعي سواء كان ثلاثي او غير ثلاثي بكسر ما قبل الاخر. ركز معايا كده، احنا بنقول ايه؟ طلب طالب، كسرت ما قبل الاخر. قام قائم، كسرت ما قبل الاخر. اجتهد مجتهد، كسرت ما قبل الاخر. احيانا بقى تجي لك كلمات ما ينفعش اكسر ما قبل الاخر، زي ايه؟ شب شاب، سر سار، ضل ضال، ارتد مرتد، اهتم مهتم، احتاج محتاج، امتاز ممتاز، وهكذا. في كلمات كتيرة، اختار مختار، وهكذا من كلمات ممكن تقابلها في بالنسبة لاسم الفاعل. ده كده يا شباب اسم الفاعل من فعل الثلاثي وغير الثلاثي. تعالوا سريعا كده نسأل بعض الأسئلة السريعة. لو قلت لك هات الفعل من كل اسم فاعل مما يأتي، قائم فعلها تقول لي قام، برافو عليك. منقذ أنقذ، تمام. مختار قول أنت، برافو اختار. مغيث ها أغاث، تمام. قاتل قتل، ده ثلاثي خد بالك. المستعلي استعلى. منافق ها فعلها هيكون ايه؟ نافق، فعلها هيكون ايه يا شباب؟ نافق، نون الف ف قاف، جميل. مستجير استجارة. مجاهد جاهد. مسيطر سيطرة. ممتاز جدا جدا. كده دي بعض الاسئله السريعه على اسم الفاعل. تعالوا ننتقل سريعا على صيغ المبالغه ونتعرف عليها بسرعه. صيغ المبالغه برضه هي اسماء مشتقه تدل على من قام بالفعل بس بكسره، زيها زي اسم الفاعل، بس الفرق بينهم الاثنين حاجه بسيطه قوي، ان اسم الفاعل تدل على من قام بالفعل بس، لكن اسم صيغ المبالغه تدل على من قام بالفعل بكثره. لما اقول مثلا هذا رجل صائم، يعني بيصوم مره بيفطر مره، تمام. لكن صوام، هذا رجل صوام، يعني ايه؟ يعني كثير الصيام. طيب هذا مثلا رجل واهب، يعني يعطي مره ومره لا. لكن هذا رجل وهاب الخير، يعني ايه؟ يعني كثير الهبه للناس، يهب الناس طبعا هبات كثيره. تمام يا شباب كده. يبقى ادي الفرق بين صيغ المبالغه واسم الفاعل. طب تعالوا نعرف الاوزان بتاعتنا المشهوره، خد بالك معايا كده، هناك خمسه اوزان مشهوره لصيغ المبالغه، الا وهي فعال مفعال فعول فعيل فعل. كمان مره، فعال مفعال فعول فعيل فعل. كمان مره، فعال مفعال فعول فعيل فعل. كمان مره، فعل مفعال فعول فعيل فعل. تمام. انا لو حفظت الاوزان دي خلاص تمام. ملحوظات سريعه كده على صيغ المبالغه، ان افعالها غالبا من الفعل الثلاثي، افعالها غالبا من الفعل الثلاثي، وقليلا من غير الثلاثي، وقليلا من غير الثلاثي. على سبيل المثال مغوار فعلها اغار، مقدام اقدم، ده غير ثلاثي. بشير بشر، الفعل على الشين عليها تضعيف، تمام. نذير انذر، كل دول غير ثلاثي وغيرهم كتير، معطاء اعطى، تمام كده. طيب وهكذا، معوان اعانى، الى اخر الكلام ده كله، تمام. طب تعالى نشوف كده مع بعض الاوزان بالامثله سريعا. فعال هتقول لي صوام قوام غفار تواب، وهكذا. مفعال زي مهزار مئكال مفراح معطاء، وهكذا. غفور طبعا على وزن فعول، شكور رؤوف مثلا، الى اخر الكلام ده كله. فعيل زي طبعا عليم سميع عظيم حريص، وهكذا. اما فاعل زي يقظ او حذر او فتن او فطن، الى اخره، او شرس او شره، شره طبعا يعني كثير الاكل،
تمام؟ ادي الفكره يا سيدي. طب سريعا كده برضو تدريب سريع على صيغ المبالغه، تعالوا نقرا مع بعض القطعه. القطعه بتقول ايه؟ ان الحياه سباق لا مكان فيها لكسول او مهزوم، والانسان الوثاق بنفسه يسير الى حياه افضل مليئه بالكفاح، فكن مقداما الى العمل ولا تكن قلقا من المستقبل، فهو محسوب ومقدر عند الله. تعالوا نعرف اولا ان الحياه سباق. طبعا جمله بدات بان، ده حرف ناسخ ناصب، تمام؟ يبقى الحياه اسم ان، سباق خبر، ان مرفوع وعلامه رفعه الضم، ده كلام جميل. طيب والانسان، هتقول الانسان هنا دي مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه، ليه؟ عشان واو دي واو ابتدائيه، تمام؟ طيب اما مليئه هتبقى نعت مجرورا جر الكسره، اما مقدر فهو معطوف مرفوع علامه رفعه الضم. صيغ المبالغه موجوده في القطعه دي يا جماعه عباره عن ايه؟ كسول على وزن فعول، وثاق على وزن فعال، مليئه على وزن فعيله، مقداما مفعالا، قلقا فعلا. تمام يا شباب؟ كده بكده نكون انتهينا من الدرس الثاني وصيغ المبالغه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم طلابي الأعزاء مرة أخرى مع قناة الوفد التعليمية، ونستكمل مراجعتنا مع دروس النحو، ونبدأ بالدرس الثالث ألا وهو اسم المفعول. ركز معايا عشان الدرس ده مهم جدا. اسم المفعول اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول. ركز معايا، اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول للدلالة على من وقع عليه الفعل. طب دي اول نقطه، يبقى لازم فعل يكون مبني للمجهول. لما اقول لك كلمه مفهوم ده اسم مفعول على وزن ايه؟ ها، مفعول، استنتجها، برافو، يبقى هو على وزن ايه؟ مفعول. طيب فعله هيكون ايه بقى؟ فهم، اوعى تقول كده، هيبقى فهم. طب يا مستر انا كتبته بدون تشكيل. غلط، لازم تشكله. واضحه كده؟ يبقى لازم نشكل الفعل زي ما مكتوب قدامنا، يبقى لازم نشكل الفعل. دايما يجي لك السؤال استخرج اسم مفعول واضبط فعله، مش خد بالك من السؤال، واضبط فعله، يبقى لازم اشكل الفعل بتاعه. قلنا ياتي من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، جميل جدا. زي ايه بقى؟ مكتوب، كتب، معروف، ها، عرف، تمام. طيب منشود، نشد، جميل جدا. مغرور، غر، جميل جدا. محدود، حد، خد بالك من النطق اللي انا بنطقه، تمام يا شباب؟ ادي الفكره كلها. طب اذا جه للفعل معتل الوسط ايه اللي يحصل؟ قال لك بالقاعده كده باختصار شديد، نحذف واو مفعول، نرد الحرف العله اللي هو الالف ده لاصله ونحذف واو مفعول. اصله بيكون ايه؟ اما واو واما ياء، زي ما احنا شايفين كده. اذا كان الفعل الثلاثي اجوف اي معتل الوسط بالالف، نرد الالف لاصله عن طريق المضارع او المصدر، واصله بيكون دايما يا اما واو يا اما ياء. زي الفعل باع، الفعل صام، الفعل نام. الافعال دي كلها اصلها ايه بقى؟ خد بالك معايا، يبيع هيبقى طبعا باع يبيع، صام يصوم، يبقى اصل الالف في باع ياء، اصل الالف في صام واو، اصل الالف في نام النوم، ينام نوما، ده اصل الالف. يبقى حتى لما نكشف عنها في المعجم بنعرف نوصل لحرف العله من خلال الفعل المضارع او حتى المصدر. قال لك في القاعده ثم نحذف ايه؟ واو المفعول. يعني باع لما تيجي على الاسم يجي منها اسم مفعول تقول لي مبيع، ماشي كلام؟ باع ايه؟ هتبقى ايه؟ مبيع. طب صام هتقول لي مصوم. طب سال تقول لي مسيل. طب نام منوم، تمام كده؟ صان مصون، تمام؟ لما اقول لك بقى هات فعلهم ما تجيبش الفعل المبني المعلوم، ولكن قلنا نجيب الفعل المبني المجهول. لما اقول لك بيع مبيع، هات فعله تقول لي بيع، مصوم صيما، مسيل سيلا، منوم نيما، واصله كده مصون صينا، وهكذا، تمام؟ اما اذا كان معتل الاخر ركز معايا برضو، فبنرد حرف العله لاصله واو او ياء، تمام؟ لو اخر واو يبقوا اتنين واو، هقولها لك بالطريقه كده، لو اخر واو يبقوا اتنين ايه؟ واو. ليه اللي بيحصل؟ بنضغم واو مفعول في الواو الاصليه، بنضغم واو مفعول في الواو الاصليه. زي ايه؟ طيب دعا يدعو، يبقى ايه؟ مدعو، على وزن ايه مدعو؟ مفعول زي ما هي، يبقى مدعو على وزن مفعول. رجا يرجو، مرجو، تبقى على وزن مفعول برضه. طب نما ينمو، منمو، وهكذا على وزن برضه ايه؟ مفعول. طب لو جالي بقى فعل معتل الاخر بالياء زي قضى، تقول لي قضى يقضي، يبقى ايه؟ مقضي. ايه اللي بيحصل؟ قلبنا الواو بتاعت مفعول لياء وضغمناها في الياء الاصليه، قلبنا واو مفعول لياء وضمناها مع الياء الاصليه، بقوا اتنين ياء، تمام؟ يبقى لو اخر واو يبقى اتنين واو، لو اخر ياء يبقى اتنين ياء، يبقى قضى يقضي تبقى مقضي. ايه اللي بيطلب مني؟ كلمه مقضي على وزن ايه؟ على وزن مفعول برضه يا راجل. والله على وزن مفعول، تمام؟ مش هيحصل حاجه في الوزن خالص، تمام يا شباب؟ يبقى ادي الفكره كلها، يبقى ادي الفكره، يبقى مقضي على وزن مفعول،
طب ايه كمان؟ مسعي على وزن مفعول، مبكي على وزن مفعول، مرعي على وزن مفعول. طب فعلهم برضو مبني المجهول ازاي؟ مقضي قضية، مسعي سعية، مرمي روميا، مبكي بوكيا، كله هيبقى مبني المجهول. تمام يا شباب؟ طيب ده كده بالنسبة لاسم مفعول من الفعل الثلاثي. تعالوا ننتقل سريعا للفعل غير الثلاثي. قلنا طبعا بيأتي ازاي؟ برضو يبدأ بميم مضمومة شبه اسم الفاعل، يبدأ بميم مضمومة بس هنا بقى ايه؟ مفتوح ما قبل الآخر. تاني كده، يبدأ بميم مضمومة مفتوح ما قبل الآخر. تمام يا شباب؟ طيب زي مثلا كلمة مكرم، فعلها هيكون ايه بقى؟ كرم، أو مكرم تبقى أكرم. خد بالك في النطق بتاعي، مكرم لو بتضعيف الر يبقى كرم، لكن مكرم أكرم. طب مستخرج استخرج، ابن الفعل مجهول، مستخرج استخرج. مستطاع استطيع، مستطاع استطيع. تمام، لازم الفعل يكون مبني للمجهول. هناك اسماء بقى للمفعول زي ما احنا قلنا قبل كده بتتشابه مع اسم الفاعل في الحروف فقط، في الشكل يعني. زي كلمه محتاج تنفع اسم فاعل واسم مفعول، مختار تنفع اسم فاعل واسم مفعول، محتل تنفع اسم فاعل واسم مفعول. طب افرق بينهم ازاي؟ مش انا اللي هفرق، ده الجمله اللي بتفرق ما بين الاثنين. يعني مثلا نقول الفتاه مختاره ملابسها بذوق رفيع، يبقى مختاره هنا اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ هنا خد بالك في المعنى، هي التي قامت بالاختيار، يبقى هنا اسم فاعل. تمام، لكن الهديه مختاره بعنايه، مين اللي اختارها؟ اكيد حد اختارها. تمام كده، البنت مثلا او الولد ايا كان. تمام، يبقى هنا الكلمه مختاره هي التي وقع عليها الاختيار. تمام، او الهديه اسف التي وقع عليها الاختيار، فهي هنا في الحاله المختاره الثانيه دي تبقى اسم مفعول. تمام، زي ما نقول مثلا اسرائيل محتله القدس، يبقى اسرائيل هي التي احتلت القدس، هي التي قامت بالفعل، لكن القدس محتله هي التي وقع عليها الاحتلال. يبقى كده الحاله ديت يبقى فعلها طبعا مبني للمجهول. تمام كده، يبقى اسم مفعول يعني في النهايه. لما اقول لك هات فعلهم بقى في الجمله الاولى، الفتاه مختاره ملابسها، تقول لي ايه؟ اختيرا، او اسف اختارا، لان فعل اسم فاعل، هتقول لي اختارا لانه ايه؟ ده اسم فاعل. تمام، لكن بالنسبه للجمله الثانيه هتقول لي ايه؟ اختيرا. بالنسبه للهديه مختاره بعنايه، يبقى الفعل هنا مبني للمجهول، تقول لي ايه؟ اختيرا. يبقى خد بالك من النطق بتاعي. بكده يا شباب نكون انتهينا من اسم المفعول. تمام، تعالوا ننتقل سريعا على درس اخر، الا وهو اسم الزمان والمكان. درس سهل وبسيط جدا جدا. اسم الزمان اسم مشتق للدلاله على زمان وقوع الفعل. تمام، اسم المكان اسم مشتق للدلاله على مكان وقوع الفعل. يبقى واحد بيدل على اسم على المكان، واحد بيدل على الزمان. تمام، وفرق طبعا بينهم، ده اسم زمان وده اسم مكان، مش ظرف زمان وظرف مكان، في فرق شاسع بين الاثنين. طب الاثنين بقى ياتيان من الفعل الثلاثي على وزنين، اللي هو ايه بقى؟ مفعل، ركز معايا في الوزن الاول، مفعل، او خد بالك الوزن الثاني مفعل. يبقى ياتي على وزنين اللي هما ايه؟ مفعل او مفعل. يبقى ياتي من الفعل الثلاثي على وزن ايه يا شباب؟ مفعل او مفعل. تمام، الاول بفتح العين. تمام، امتى؟ اذا جه معتل الاخر، او صحيح الاول والاخر ومفتوح العين في المضارع، او مضموم العين في المضارع. زي ما نقول سعى، هيبقى اسم زمان ومكان منه هيبقى مسعى. يبقى مسعى ده اسم زمان ومكان. طب ازاي؟ ما ينفعش زمان بس؟ لا، ولا مكان بس؟ لا، ينفع الاثنين مع بعض. طب جه على وزن مفعل، ايه السبب؟ تقول لي لان فعل معتل الاخر. يجي يقول لك استخرج اسم زمان او مكان وبين سبب مجيئه على هذا الوزن. السبب لان فعله معتل الاخر. طيب اللي بيفرق ما بينهم ايه؟ الجمله. لما نقول الكعبه مسعى الحجاج، او الصفا والمروه مسعى الحجاج، ده كده في الحاله ديت مسعى ديت اسم مكان. اما الليل مسعى اللصوص، يبقى في الحاله دي يبقى مسعى هتبقى اسم زمان. ادي يا شباب. طب تعالى بعد كده، طلع مثلا يطلع، تمام كده بفتح العين، يبقى هنا في الحاله دي اللي هيحصل يبقى مطلع، واصله يبقى على وزن مفعل. تمام، طيب خرج يخرج بضم العين، اللي هي الراء هنا مضمومه، يبقى على وزن يفعل. تمام، في الحاله دي يبقى اسم زمان ومكان منه يبقى مخرج على وزن مفعل. زي ما نقول مثلا مصر مخرج العلماء، اسم مكان. الليل مخرج الاحزان، يبقى ده كده اسم ايه؟ زمان. تمام يا شباب، طيب ادي الفكره كلها. اما ياتي من على وزن مفعل امتى؟ اذا كان معتل صحيح الاول والاخر ومكسور عين في المضارع، او معتل الاول، او معتل الايه؟ الاول. زي مثلا وعد، تقول لي موعد، وقف موقف، مثلا وفد موفد.
ده بالنسبه طبعا يا جماعه الاسم الزمان ومكان من ايه؟ من الثلاثي. اما من غير الثلاثي سهل جدا وبسيط قوي. قال لك ياتي على نفس وزن اسم المفعول اللي احنا لسه شارحينه من شويه. ياتي على نفس وزن يا شباب اسم المفعول. يعني ايه؟ يبدا بميم مضمومه مفتوح ما قبل الاخر. يبدا بميم مضمومه مفتوح ما قبل الاخر. جميل. طيب اللي بيفرق بينه بقى وبين اسم اسم الزمان والمكان ايه؟ يعني دلوقتي قدامي كلمه زي استخرج مثلا، تمام؟ تنفع تبقى اسم زمان، وتنفع اسم مكان، وتنفع اسم مفعول. ايه اللي بيفرق ما بينهم؟ معنى الجمله. لما اقول الصحراء مستخرج البترول، هنا بدات بمكان، يبقى دي اسم مكان. الصباح مستخرج الناس الى اعمالهم، بدات بزمان، الصباح اهو، يبقى دي اسم زمان. طب البترول مستخرج من الصحراء، انا كده بدات بالشيء الذي يستخرج، يبقى ده اسم مفعول. واصل كده يا شباب؟ يبقى الجمله هي اللي بتفرق، تمام كده يا شباب؟ ادي الفكره. المول مثلا في المثال كده الليل مستودع الاسرار، بدات بالليل ده زمان، يبقى ده اسم زمان من الفعل استودع. الصدر مستودع الاسرار، الصدر ده مكان، يبقى كده في الحاله ديت ده اسم مكان، تمام. الكنز مستودع في الجبل، تمام، يبقى في الحاله دي هيبقى اسم مفعول. بكده يا شباب نكون انتهينا من الدرس الرابع الا هو اسم الزمان والمكان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم طلاب الاعزاء مره اخرى للمراجعة النهائية مع آخر درسين من دروس النحو للصف الثالث الإعدادي ألا وهما اسم الآلة واسم التفضيل. طيب اسم الآلة من شكله كده أو من المصطلح يدل على آلة، يبقى هنتكلم عن آلات، أدوات بنستخدمها في حياتنا كلنا، تمام؟ طيب قال لك وهو اسم مشتق للدلالة على الأداة التي يؤدى بها الفعل. جميل. صوغه يعني يأتي من إيه؟ قال لك يصاغ من الفعل الثلاثي المتعدي على ثلاثة أوزان قياسية، تمام؟ ويأتي من الفعل الثلاثي فقط، لا يأتي من الفعل غير الثلاثي. ركز معايا، يبقى ده اللي عندنا في المنهج، يأتي من الفعل الثلاثي فقط. طب ليه ثلاث أوزان قياسية مشهورة قديمة؟ تمام؟ ألا وهي مفعل، خد بالك من النطق بتاعي، مفعل، مفعلة، مفعال. مفعل، مفعلة، مفعال. كمان مرة، مفعل ومفعلة ومفعال. مفعل زي إيه؟ زي مبرد من الفعل بردة، مقص من الفعل قصة، منجل نجل، مرجل رجل، مغزل غزل، مدق دق، وهكذا. طب مفعلة زي إيه؟ زي مسطرة، زي مكنسة، زي ملعقة، زي مصفاة، زي مطرقة، زي مرآة. كل ده بالنسبة لي كده كلمات أسماء آلة على وزن إيه؟ مفعلة. طيب عندك كمان مفعال زي ايه؟ زي منشار او مثقاب او محراب او ملقاط او مسمار او مخبار. كل دي كلمات اسم آلة برضو على وزن مفعال. فعلهم كلهم فعل ثلاثي. وطبعا دي نقطة. في نقطة تانية طبعا في اوزان اخرى الا وهي طبعا هي تعتبر اصبحت الان مشتقة. اصبحت الان ايه يا شباب؟ مشتقة. دي نسميها كده اللي هي اسماء الآلة المشتقة الجديدة. اسماء الآلة المشتقة لايه؟ الجديدة، تمام كده يا شباب؟ زي فعالة على وزن طبعا الأوزان الثلاثة، فعالة، فاعول، فاعلة. فعالة، فاعول، فاعلة. طيب فعالة زي إيه؟ زي ثلاجة، زي غسالة، زي شواية، زي عصارة، زي قطاعة، زي دبابة، زي سيارة، زي طيارة. كلنا بنستخدم الكلمات دي في حياتنا اليومية دلوقتي، تمام يا شباب؟ فاعول زي إيه؟ زي ساطور، زي حاسوب، زي شاكوش. كل دي يا جماعة طبعا أسماء آلة. طيب فاعلة زي ايه؟ زي ساقية، عارفين الساقية؟ بيسقوا بيها الزرع. طائرة، حافلة، عارفين الحافلة اللي هي ايه؟ الأتوبيس، تمام؟ يبقى الحافلة هي الأتوبيس. طب القاطرة، عارفين الجرار بتاع القطر؟ هو ده اسمه قاطرة، تمام يا شباب؟ طيب باخرة هي السفينة طبعا، وهكذا. يبقى دي يا جماعة بالنسبة لنا كده أسماء الآلة القياسية سواء قديمة أو حديثة. أما بقى بالنسبة لاسم الآلة السماعي ده نوع آخر، هناك أسماء آلة غير مشتقة بتسمى إيه؟ سماعية، وضعها العرب على غير القياس. زي كلمة قدوم، زي كلمة فأس، زي سيف، زي سكين، زي شوكة، زي قلم، زي فرجار، زي خلاط، زي رمح، زي سهم، زي طبق، وهكذا، تمام؟ زي مثلا حصن او درع، تمام؟ زي رحى المعركه، يقول لك مثلا لقد دارت رحى المعركه. رحى المعركه ديت طبعا هي اشتدت المعركه معنى اصح. وزمان كانوا عند الفلاحين يسمى الرحى ده اللي هو حجر الرحايه اللي بيطحنوا بيه القمح زمان، تمام؟ كان يستخدم قديما، فيقول لك دارت رحى الحرب يعني اشتدت المعركه، تمام؟ فراحة ديت اسم آلة غير سماعي، آسف، تمام كده؟ طيب فده بالنسبة يا جماعة لأسماء الآلة عموما. طيب ننتقل سريعا كده على طبعا درس آخر ألا وهو اسم التفضيل، هو آخر درس من دروس المنهج عندنا وأهمهم. اسم التفضيل يأتي دائما من الفعل الثلاثي،
تمام؟ خد بالك معايا، يأتي أصلا من الفعل الثلاثي، تمام؟ على وزن إيه؟ أفعل، ومؤنثه على وزن فعلى، زي أكبر كبرى، أصغر صغرى، أعلى عليا، أقصى قصوى، وهكذا. طيب يبقى اسم التفضيل يأتي من الفعل الثلاثي على وزن أفعل. طب ليه شروط؟ قال لك الفعل لازم يبقى ليه شروط محددة كده، عشان يأتي من الفعل الثلاثي مباشرة لازم يبقى له شروط. الفعل لازم يكون إيه؟ ماضي، ثلاثي، تام، مثبت، متصرف، مبني للمعلوم، قابل للتفاوت، ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء. ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، زي أخضر، خضراء، ده ما ينفعش أجيب إنه اسم تفضيل بصورة مباشرة. طب نفترض دلوقتي لم تتوفر الشروط في الفعل، يعني جالي الفعل مثلا غير ثلاثي زي ارتفع أو تحرر، تمام يا شباب؟ جالي الفعل غير ثلاثي زي ارتفع أو تحرر، أو الوصف منه على وزن أفعل والذي مؤنثه فعلاء زي حمر مثلا الفعل حمرة هيبقى الصفة منه أحمر مؤنثها حمراء، خضرة الصفة منها أخضر على وزن خضراء مؤنثها خضراء. طب ده بقى هنعمل معاه إيه؟ قال لك نأتي باسم التفضيل بصورة غير مباشرة، نأتي منهم باسم التفضيل بس بصورة غير مباشرة. إيه بقى الصورة غير مباشرة؟ خد بالك معايا من الخطوات. نأتي بالفعل في المصدر الصريح، نأتي بالفعل في المصدر إيه؟ الصريح. واحد يقول لي يعني إيه مصدر صريح؟ المفعول المطلق للفعل. زي مثلا ارتفع ارتفاعا، ايوه كده برافو، تحرر تحررا، حمر حمرة، تمام. طيب ثم ناتي باسم تفضيل مساعد مناسب، ثم ناتي باسم تفضيل مساعد مناسب قبله، جميل. لما دخلهم بقى في جمله من عندنا هقول الاولاد اكثر تحررا من البنات، برج القاهره مثلا اكبر مباني القاهره ارتفاعا. شفت اللي حصل؟ اكبر مباني القاهره ارتفاعا. يبقى اللي حصل انا جبت تحررا هو المصدر الصريح، وقبليه ايه؟ الصفه، وقبليه الصفه اللي هي على وزن افعل، تمام، اسم تفضيل مساعد. طب في الحاله دي بقى اسم التفضيل يعرب ازاي؟ قلنا اسم التفضيل يعرب حسب موقعه في الجمله، يعني اكثر هنا اعرابها خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طب تحررا هتقول لي اعرابها يا مستر ايه؟ تمييز منصوب وعلامه نصب الفتح. تعال نشوف المثال الثاني، برج القاهره اكبر، اكبر برضو خبر، ماشي. طب جميل، هي مش لازم تبقى خبر بس على حسب موقعها في الجمله، قلنا هي يعني موقعها في الجمله هنا ايه؟ خبر. طيب وارتفاع عندي ثابته بقى، هتبقى ايه اعرابها؟ ارتفاعا تمييز منصوب وعلامه نصب الفتح، جميل. طب لو جالي الفعل بقى، تعال نخش للحاله الثانيه، الفعل منفي يعني بلي اداه نفي غير مثبت يعني، او مبني للمجهول يعني غير مبني للمعلوم، او ناقص يعني من كان واخواتها. طب ناتي من التفضيل منه ازاي؟ قال لك ناتي بالتفضيل منه كالاتي، ناتي بالفعل في المصدر المؤول، ناتي بالفعل في المصدر المؤول. ايه المصدر المؤول ده؟ ان زائد فعل مضارع، او ما زائد فعل ماضي او مضارع. ما زائد فعل ماضي او ايه؟ او مضارع، قليل استخدامها. نركز على ان زائد فعل ماضي زائد فعل ايه؟ مضارع. ثم ناتي باسم التفضيل قبله مباشره، برضه جميل. لما اقول مثلا لا يترك، جميل. أو يكافئ، ده فعل مبني مجهول، أو يكون، ده من أخوات كان أخواتها فعل ناقص يعني. هقولها ببساطة جدا، هقول إيه بقى؟ الكلام المفيد أحق أن لا يترك، أن لا يترك، هقولها كده بالشكل ده، هي المفروض طبعا تضغم أن لا، تمام؟ بس أنا بوضحها لحضرتك، تمام؟ يبقى الكلام المفيد أحق، أدي ده اسم تفضيل أهو، قبل المصدر المؤول بتاعي، يبقى أحق هنا اسم تفضيل قبل المصدر المؤول بتاعي، أحق أن لا يترك. طب الجملة الثانية، المجتهد أقدر، أي أحق برضه، أن يكافئ، أقدر وأن إيه؟ يكافئ، جميل. في حديث الشريف طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. أقرب أهو اسم التفضيل موجود أهو قدامي، تمام؟ أقرب، تمام؟ طيب بعدها ما يكون، ما زائد فعل مضارع، يبقى أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، جميل. تعال بقى في شرط آخر برضه خد بالك معايا، قال لك إذا جاء الفعل لا تتفاوت فيه الصفة، يعني غير قابل للتفاوت، بنسميه كده غير قابل للتفاوت، إيه اللي يحصل؟ زي الفعل مات أو هلك أو فنى، إيه اللي يحصل بقى؟ قال لك ده لا يأتي منه التفضيل أبدًا، هو وإيه كمان؟ هو الفعل الجامد. الأفعال الجامدة إحنا خدناها الترم اللي فات افتكر معايا، نعمة وبئس وحبذا ولا حبذا، تاني كده نعمة وبئس وحبذا ولا حبذا وعسى وليس. هنزود عليهم عسى وليس، دي كلها افعال جامده. لو طلب منك اسم تفضيل من الافعال دي قول له لا ياتي منه التفضيل ابدا. ليه؟ السبب؟ هتقول لان الفعل هنا جامد، الفعل هنا جامد. اما اذا جالك الفعل مات او هلك او فنى
قول له برضه لا ياتي منه التفضيل ابدا. طب ليه برضه؟ قال لك لانه فعل لا تتفاوت فيه الصفه، فعل لا تتفاوت فيه الصفه. ادي يا جماعه طبعا بالنسبه لاسم التفضيل. اخر حاجه ممكن نتكلم فيها في اسم التفضيل ان هناك كلمتان برضه ياتيان اسم تفضيل ولكن ليسوا على او ليس على وزن افعل. زي ايه؟ زي خير وشر، زي كلمه خير وشر. اذا جم بمعنى طبعا احسن او اسوأ، اذا جم بمعنى احسن او ايه أسوأ في الحالة دي بقول عليهم اسم تفضيل. زي قول الله تعالى على لسان إبليس أنا خير منه، هي أنا خير منه يعني أنا أحسن منه، تمام؟ أدي الفكرة كلها كده، دي خير دي اسم تفضيل. وقوله تعالى أيضا إن شر الدواب عند الله الصم، تمام؟ يبقى شر هنا يعني أسوأ، تمام كده يا شباب؟ طب إلى آخر الكلام ده كله يا جماعة. بكده نكون انتهينا من شرح طبعا اسم التفضيل. وتعالوا سريعا كده نحل بعض التدريبات. يجي يقول لك استخرج اسم التفضيل وعين المفضل والمفضل عليه في الجمل الاتيه. طب جميل، الجمله الاولى بتقول الحاكم العادل احب عند الناس من الحاكم الظالم. يبقى اسم التفضيل هتقول لي احب، جميل، من فعل احب، فعل ثلاثي دايما. طب فين المفضل؟ تقول لي الحاكم العادل. من المفضل عليه؟ تقول لي الحاكم الظالم. جميل جدا. طب بعد كده ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. طب ابغض ده ايه؟ اسم تفضيل، تمام. طب فين المفضل عليه؟ تقول لي كلمه الحلال، دي المفضل عليه. طب فين المفضل؟ كلمة الطلاق. ايه ده، هو ممكن المفضل يجي بعد الاسم التفضيل المفضل عليه؟ ممكن طبعا. طيب نقطة تانية، الطالب المجتهد أكثر تركيزا من الطالب الكسول. طب فين اسم التفضيل؟ تقول لي أكثر. طب فين بقى المفضل؟ تقول لي الطالب المجتهد. طب فين المفضل عليه؟ الطالب الكسول، تمام. طيب بكده يا شباب نكون انتهينا من درس اسم التفضيل. على وعد بلقاء آخر، وكان معكم مصطفى الشرقاوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.